أحباب الإمارات. الرزق رزق الله، والمال مال الله، والفضل فضل الله، والخلق خلق الله، والأرض أرض الله، ومن يعمل ويتوكل على الله يعطيها الله، واللي يبينه حياه الله. عيشي بلادي. كلمات خالدة قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مرحبا بالمقيمين في الإمارات، فرسمت للدولة وشعبها في قلوب أبناء أكثر من 200 دولة يعيشون على أرضها صورة ناصعة. حاولوا تجسيدها بالكلمات في لقاءات مع جريدة الاتحاد بمناسبة اليوم الوطني 45 للإمارات. أخوة، زاشيتا، أونيشيتا، راتاي، إرادة، أونستي، أميد، باي، رادوس، تاريخ، هارموني، إسبتانيا، أنوساسن، أبو فومو، إدوكاسيون. كلمات طيبة قالها الوالد المؤسس، فأثمرت وأرست قواعد جعلت الدولة قبلة النابغين والنابهين وأصحاب الكفاءات، وصهرت عطاءهم مع إبداعات المواطنين في تناغم غير مسبوق سبقت به الإمارات منطقتها وتصدرت إقليمها وشاطرت كبريات الدول الوثبة نحو المستقبل. تميز بنوا quality of life ليري زحوالنوس تطور هيريتاج تكنولوجيا افانساتا مقباغو كاشفينشافت الاستقرار عندنا أدهس كرياتيفيتي يونغوان إنجاز سبيف إسلوبانيا فيزيون تيل. تعتمد الإمارات فلسفة تعكس رؤية إنسانية راقية لا تعرف لغة الأعراق والأجناس والمعتقدات، وتقيم الإنسان بعطائه وعلمه وخبراته. إفازات وفاهية مجبة أرثاتنترا أوفوما بريدنسي نظام أوبتيميستيش بيلاي تمزليك أخلاقيات بهمانم أرض الأحلام سلامة ورأية. نجحت الإمارات في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها وتراثها رغم تعدد وتباين ثقافات وأفكار وتوجهات المقيمين على أرضها، وحولت هذا التنوع إلى بانوراما حية تعكس صورة مصغرة للعالم. سكوشانوستي إنسانية خزنابل ألترويزموس سيفيليزاتيا تفوق ديديكاسيون كوركس فراها ستيرزا كورتزوتيون. وتكفل قوانين الإمارات للمقيمين على أرضها كافة الحقوق والحريات، وتوفر لهم بيئة آمنة مستقرة لا خوف فيها ولا قهر، مما جعلها في عيونهم حلما وفي قلوبهم جنة طاب لهم العيش فيها. عدالة Wychodzić w przyszłość. Produkcja. Synergacja. Run. Tachtyt. And opportunities. Tkabir. Udwikling. Upeniu. Akwenye. Dawlatichu. Tanofasija.